اهلا بحضراتكم مره تانية. واحنا بنتكلم عن عيد الام زي ما قلنا لحضراتكم لازم نتكلم عن جهود الدوله في دعم المراه ومساندتها. وزاره التضامن الاجتماعي بتنفذ برامج كتير جدا لدعم المراه المصريه، ده بيتم من خلال منظومه متكامله من العمل على كل الاصعده. هنتكلم عنه اكتر مع ضيفتي الان عبر الاقمار الصناعيه، بتنضم الينا استاذه نرمين منصور مسؤول التخطيط والمتابعه ومتابعه مشروعات المراه في وزاره التضامن الاجتماعي. أستاذة نرمين، بداية أهلا بحضرتك وكل سنة وانت بخير. أولا كل سنة وحضرتك طيبة، ومساء الخير أستاذة إيمان، وكل سنة وكل أم وكل مرأة مصرية بخير، وكل سنة وكل وانت قوية منجزة ملهمة لكل اللي حواليكي، وكل أم في صحة وفي سعادة إن شاء الله. خليني أبدأ مع حضرتك على طول من الخدمات اللي بتقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للمرأة. أنا عارفة طبعا إن الموضوع كبير وإنه الخدمات كتير، لكن عايزة حضرتك كده في محاور بسيطة تقول لنا إيه اللي بتقدمه الوزارة للمرأة. طبعا وزارة التضامن الاجتماعي بتضع على رأس أولوياتها المرأة، رأس أولويات البرامج والأنشطة اللي بتقدم، واكتشفنا الصراحة إن 89% من السيدات مستفيدات من البرامج والأنشطة ديت كمحور من محاور الحماية ليهم، بحيث إنها توصلهم لنوع من أنواع التمكين الاجتماعي والاقتصادي. بتقوم الإدارة العامة لشؤون المرأة بتنفيذ سياسات وزارة التضامن الاجتماعي من خلال أربع محاور: الحماية والرعاية والتمكين والتوعية. يعني لو حضرتك تحب نتكلم عن كل محور بالخدمات اللي بتقدم. صحيح، انا حابه ان احنا نتكلم عن المحاور فعلا. خليني ابدا معاكي على طول من الحمايه. احنا عارفين ان في دور مراكز بتستضيف السيدات اللي بتتعرض للعنف او بيتعرضوا للخطر بشكل عام، ده بيدخل في اطار محور الحمايه. فعايزه حضرتك تقول لنا كم مركز استضافه، هل في نيه لزيادتهم، بيتم التعامل ازاي مع المراه المعنفه؟ احنا فعلا في وزارة التضامن الاجتماعي تم انشاء مراكز استضافة وحماية وتوجيه المرأة المعنفة او المعرضة للعنف. المراكز دي بتكون بيوت آمنة جدا، بتتوفر فيها كل سبل الحماية، بيكون فيها بتقديم الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي والصحي وكل اوجه الدعم، بيكون من خلال شقين، سواء كانت مترددة على المركز مجرد انها عايزة تتردد تاخد الخدمة وتمشي، او من خلال الإقامة انها تقيم في المركز لفترة محددة بتحددها اللائحة، هي حوالي 6 شهور لحين حل مشكلتها أو لحين توفيق أوضاعها. المراكز دي عددها 8 مراكز في القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والفيوم والمنيا وبني سويف والدقهلية. المراكز دي احنا طبعا شايفين ان فعلا الخدمات اللي بتقدم فيها بتقدم على مستوى محترم جدا ومستوى عالي، وفعلا السيدة بتلجأ لينا سواء كانت بتتوجه للمركز مباشرة أو من خلال الخط الساخن للوزارة اللي هو 16439، بتتصل بيهم وتقول لهم إن أنا عندي مشكلة أو معرضة لأي عنف أسري أو مجتمعي أو تحرش أو أي حاجة، هي بتتوجه بالخط الساخن وهو بيوجهها لأقرب مركز أو المركز اللي هي عايزة تتوجه ليه، أو من خلال فرقنا فريق أطفال وكبار بلا مأوى أو فريق التدخل السريع، بالإضافة طبعا لحالات الإحالة سواء كانت من الأقسام أو المستشفيات أو المجلس القومي للمرأة. بنستقبل أي حالة، بنوفر لها كل الدعم النفسي والقانوني والاجتماعي وكل حاجة، بالإضافة إن إحنا كمان بنعمل لها تمكين اقتصادي، بنقدر ندربها على مهارات حياة بحيث إنها تقدر تتدرب وتقدر تقف على رجلها مرة تانية. إحنا إن شاء الله طبعا مستهدفين إن إحنا نتوسع أكتر في المراكز ديت، إن شاء الله هنفتح مركز جديد في سوهاج السنة دي إن شاء الله، وبالإضافة في خطة 21-22 هيتم استهداف 4 محافظات أخرى: إنا وبورسعيد سعيد ودمياط وكفر الشيخ. طيب هننتقل بقى للمحور الثاني اللي هو الرعايه. هل محور الرعايه او خدمات الرعايه بتقدم لمن شملتهم او شملهم المحور الاول اللي هو الحمايه، ولا بتغطي كمان نساء غير معنفات؟
بتغطي النساء غير المعنفات. يعني عندنا مثلا محور الرعايه ممكن يغطي المراه العامله، ان احنا بنوفر مراكز خدمه مراه عامله للمراه العامله، بتوفر لها 4 وحدات، وحدات وجبات مطهيه ونصف مطهيه، وجبات غسل وكي، وجبات تفصيل ملابس، وجبات معونات منازل تقدر تساعد السيده في اداء خدمات في التوفيق، في محاوله التوفيق بين احتياجاتها كامراه عامله وبين عملها في المنزل يعني. فاحنا بنحاول ان احنا نوفق بينها، وبحيث انها ما يبقاش في اي نوع من انواع المشاكل تتعرض ليها المراه. المراكز دي عددهم 43 مركز على مستوى 23 محافظه. المراكز دي فعلا بتقدم الخدمه باسعار تنافسيه جدا مع السوق. بنستهدف الاماكن اللي فيها كثافه نسائيه عماليه كبيره، بالتعاون بقى ان احنا بنكون في شراكه بين المركز وبين الشركات والمصانع، بيعمل منافذ بيع بحيث انها تكون مجهزه انها والست وهي خارجه من الشغل بتاعها تاخد الخدمه على اكمل وجه. المراكز دي فعلا اثبتت انها ليها فعاليه كبيره جدا وليها اهتمام كبير. عندنا كمان اهتمام ببرامج الرعايه، عندنا برنامج الالف يوم، وهو بيستهدف الفتيات او السيدات اللي هم لسه يعني في اول زواجهم في السنه الاولى من بيستهدف الاطفال اللي هم يعني بيستهدف الامهات اللي هم عندهم اطفال في الثلاث سنين الاولى من حياتهم، اللي هو برنامج الالف يوم ده بيعمل بيمد ليهم في السلة الغذائية بمقدار 100 جنيه، بيمد لهم مواد تموينية بيستهدف فيها الأم بحيث أنها اللي هي مستفيدة من برنامج تكافل وكرامة عندنا في الوزارة. السيدات بيتلقوا الخدمة دي، بتكون مشروطة بأن هم يكون في محرصين على التطعيم لأولادهم، حرص كمان على أن هم ياخدوا يعني الخدمات تنظيم الاسره ليهم بحيث ان هم يحافظوا على وجود طفلين بحد اقصى ليهم يعني. صحيح. طيب خلينا بما انه حضرتك فتحتي سيره تنظيم الاسره، هو المحور الثالث اللي هو التمكين هاجله معاكي شويه وهنتكلم عن التوعيه. حملات التوعيه اللي حضراتكم بتقوموا بيها، لو حضرتك تكلمين عنها، ايه هي الصعوبات اللي بتقابلكم وانتم بتتعاملوا مع السيدات، خصوصا في بعض القضايا اللي بتكون جدليه شويه ومتعلقه بيه بقى العادات والتقاليد زي التنظيم الاسره؟ لا بالعكس، احنا يعني عندنا جيشنا الكبير جدا من الرائدات الاجتماعيات، هو عددهم 2390 رائده اجتماعيه، بتتسم بانها هي تكون قياده مجتمعيه من المجتمع اللي هي متواجده فيه، فبالتالي بتقدر تتوصل للمجتمع، بتقدر تطرق الابواب، بتقدر تقعد جوه الاسره، بتبقى عندها سمات شخصيه بانها تكون عندها القدره على التنبؤ بالمشكله او حل المشكله في بعض الاحيان، بتقدر تتواصل مع الاسر وبتقدر تعرفنا المشاكل الموجودة فيها. بيقدروا طبعا بيقوم بتدريبهم عندنا في الوزارة على ازاي يتعاملوا مع المشكلات المجتمعية زي الزواج المبكر، الختان الإناث، القضية السكانية، اي مشكلة بتتعرض ليها المجتمع بنقدر ان احنا يعني نخاطب الرائدات الاجتماعية، وهم بينزلوا بالفعل بيقدروا يتعايشوا مع المجتمع وبيقدروا فعلا يعملوا يعني يتواصلوا مع المجتمع ويقدروا يحل لنا المشكلة. طيب هنروح بقى للمحور الرابع، التمكين، وده الحقيقه اللي الدوله بتشتغل عليه بدرجه كبيره جدا. يمكن المحاور اللي قبل كده هي كلها محاور بتؤهل لهذا المحور اللي هو التمكين. ايه البرامج اللي بتقوم بيها وزاره التضامن في تمكين المراه وتحديدا في الريف؟ بالظبط، احنا في الاداره العامه لشؤون المراه بنستهدف المناطق المراه الريفيه بصفه عامه، احنا مستهدفين ال 25 محافظه مستثنيين القاهره والاسكندريه على اساس انها ذات طبيعه حضريه. المشروعات دي منفذه في 471 قريه من القرى الاكثر احتياجا واللي محتاجين فيها نعمل فيها مشاريع. بنستهدف فيها المراه الريفيه البسيطه جدا اللي هي تقدر تعمل، عايزه تعمل مشروع بسيط ليها ولاسرتها بحيث انها تقدر تمكنها وتمكن اسرتها وتمكن اسرتها من الحياه في ظروف احسن. المشروعات دي بتكون مشروعات انتاجيه تنمويه، المشروعات دي بتكون من يعني المشروعات دي بيكون تنفيذها تنفيذ حقيقي، لان احنا بننزل ننفذ معاها المشروع على ارض الواقع. لو هي عندها الفكره عن اداره المشروع فخلاص هي بتبقى جايه ومحدده المشروع اللي هي عايزه تعمله، المشروع بيكون من 1000 لغايه 5000 جنيه، بتدفع مساهمه فقط 10% كنوع من انواع الجديه، وان احنا نتاكد انها عندها استعداد
الاعداد انها تحصل تاثر الاقساط بعد كده وتدفع 5% مصاريف اداريه. ال 5% دي مجرد انها بس لمواجهه اي مخاطر تواجهها او تواجه اي سيده غيرها في المجتمع. لو هي ما عندهاش المهاره وما عندها والكارد ده بيتقسم على 24 شهر بدون اي فوائد بعد كده. هي بس بتتقدم للوحده الاجتماعيه اللي بننفذ فيها المشروع وبتقدم المشروع. لو هي ما عندهاش بقى المهاره دي فاحنا بنلحقها بمراكز تدريب المراه الريفيه. المراكز دي بتعلمها مهارات الحياه، بتعلمها تطريز، بتعلمها الحياكه، بتعلمها الكروشيه، اي حتى ازاي تعمل الوجبات بطريقه صحيه سليمه، بتدرب كمان معانا على مهارات الحياه الاساسيه، اسعافات اوليه، ازاي تواجهي مثلا، ازاي تكتشفي اكتشاف مبكر لاي اعاقه لابنك، ازاي الحاجات يعني اي مشكله مجتمعيه ممكن هي تتواجهها. طيب استاذه نرمين، خليني ارجع بما انك حضرتك اتكلمتي عن التاهيل الاقتصادي، عايزه كمان حضرتك ارجع شويه للرائدات الاجتماعيات اللي حضرتك كنت بتتكلمي عنهم في المحور الخاص بالتوعيه، ازاي بيتم تاهيلهم في التعامل مع السيدات؟ لا هو بيبقى طبعا احنا بنبقى مختارينهم من خلال لجنه بالمديريات، مديريات التضامن الاجتماعي. الرائدات دول بيكون معاهم شهادات حسن سير وسلوك، بيكون ذات مؤهل مناسب لان هم يقدروا يتعاملوا مع المجتمع، بيكون عندهم كمان علاقات مجتمعيه طيبه جدا مع المجتمع اللي هم قاعدين فيه، فبالتالي بيكونوا هم حلقه الوصل بيننا وبينهم، بين الاسر وبين الوحدات الاجتماعيه او وزاره الشؤون الوزاره هناك. فاحنا فعلا بيبقى في حلقه تواصل. احنا طبعا بندربهم من خلال مجموعه من البرامج عندنا، زي مثلا عندنا برنامج وعي. هو البرنامج وعي ده بيستهدف الرائدات الاجتماعيات لتعليم لتدريبهم او يعني تدريب الرائدات على الصحه الانجابيه، مشاكل تنظيم الاسره، مشاكل اللي بتواجههم في اثناء يعني التنشئه الاجتماعيه للاطفال، ازاي اكتشاف مبكر للامراض، اكتشاف مبكر للاعاقه للطفل اللي انت مربياه. الحاجات دي كلها دي احنا يعني خدمات بنوجهها للرائدات، الرائدات هم بالتالي بقى بينزلوا يعملوا في المجتمع. طيب ايه ابرز المشروعات اللي بتتم في الوقت الحالي دلوقتي وبتستهدفوها الفتره اللي جايه؟ طبعا احنا بنستهدف المشروعات في المناطق الاكثر احتياجا طبقا لمبادره سياده الرئيس، مبادره حياه كريمه في القرى الاكثر احتياجا. طبعا احنا بنستهدف فيها المراه انها نعمل لها دخل ثابت في اسرتها بحيث انها تقدر تنمي اسرتها وتنمي مجتمعها. طبعا احنا كمان احنا المشروعات دي بتبقى مستهدفه المراه في كافه اعمارها من سن 18 لغايه سن 50 سنه، فهي ممكن تكون فتاه في وسط اسرتها، ممكن تكون زوجه وعايزه تحسن من مستواها، ممكن تكون امراه معيله لاسرتها. فبالتالي احنا بنستهدف السيده او الفتاه في كل مراحل من سن 18 لغايه سن 50 سنه. طيب استاذه نرمين، المشروعات كمان احنا بنهتم جدا بالمشروعات. عايزه اسال حضرتك عن النطاق الجغرافي بقى، يعني في اماكن معينه بتستهدفوها بدرجه اكبر؟ انت يمكن قلتي في مراكز جديده في سوهاج، يعني هل بتستهدفوا الصعيد في الفتره القادمه مثلا؟ بتستهدفوا اماكن حدوديه باكتر؟ يعني لو حضرتك توضحي لنا الجزئيه دي. انا عايزه اقول لحضرتك ان المراه في المناطق الحدوديه، المراه في الصعيد عندها مهارات تطريز وحياكه للملابس بتاعتها. بنستفيد بقى كمان اكتر بالخبرات الشبابيه، البنات لما بيدخلوا في المجال دوت بينقلوا خبراتهم الشبابيه للسيدات اللي هم عندهم مهارات، وبالتالي بنحول المراه اللي هي اللي حاصله معانا على مشروع من وحده انتاجيه لوحده تدريبيه، تقدر تعمل مشروع تدريب لتتدرب فيها مجموعه من السيدات والفتيات. ممكن اول المشروع ده يتحول لمشروع جماعي، مجموعه من السيدات يتجمعوا مع بعض ويعملوا مشروع جماعي. طبعا احنا بننافس بيهم في معارض ديارنا، في المعارض دي كلها احنا فعلا بيبقى انتاجهم اكثر من رائع، وفعلا بيبقى عندهم مهارات كتيره جدا. هو فعلا احنا بالاضافه كمان ان احنا بنحاول دلوقتي بنحاول دلوقتي كمان نعودهم على التسويق الالكتروني. يعني احنا بنحاول دلوقتي نعلمهم التسويق الالكتروني، ازاي تقدري تسوقي الكترونيا حاجتك ومنتجاتك وتقدري تعرضيها على مواقع التواصل الاجتماعي.
هو بالفعل احنا يمكن بنشوف في الفتره الاخيره حتى في كل المعارض اللي حضرتك ذكرتيها كانت المراه ليها دور كبير جدا وموجوده بشكل قوي وكبير. استاذه نرمين منصور، مسؤول التخطيط والمتابعه ومتابعه مشروعات المراه بوزاره التضامن الاجتماعي، مره ثانيه بشكر حضرتك على وجودك معايا، وكل سنه وانت طيبه مره ثانيه. ومشاهدينا الكرام، بشكر حضراتكم على متابعه هذه الحلقه من منشط، ومره ثانيه بتوجه بي احسن الامنيات لكل ام مصريه، كل سنه وانتم بخير، وكل سنه وانتم مصدر السعاده والالهام لكل الناس، وكل انسان فعلا امه بالنسبه له اهم حاجه في حياته. كل سنه وكل ام بخير. كنت معاكم النهارده انا ايمان الحويزي، اشكركم جزيل الشكر والى اللقاء.